الاهلي يهزم بيراميدز 2-1 ويتاهل للدور قبل نهائي الكاس مصر 2021. كابتن شريف الف مبروك. مبروك كابتن ايمن. مبروك يا كابتن. مباراه كنا محتاجينها من فوز لفوز. الحمد لله. بات الامر يا كابتن ايمن ان البطوله بتاعه الرابطه اللي احنا لعبناها بالناشئين دي لازم نتيجتها تبان دلوقتي. لعيبه النادي الاهلي كلها مصابه، لعيبه النادي الاهلي كلها خارجه من اصابات، لعيبه النادي الاهلي كلها في اجهاد عام، الكرامبات في الرجلين على طول، كل اللعيبه بتقع. اول مره اتفرج على فرقه النادي الاهلي بهذا الشكل الحقيقي. يعني فرقه غصب عنها بتادي كل اللي عندها وعلى فترات، واكبر دليل اللي انا بقول لك عليه ده على فترات الكره الاخرانيه او في كورتين لحسام حسن، واحد لعبها القفشه ايوه واتزحلق قفشه فيها وهو ما كانش المفروض يلعبها القفشه في الميعاد ده، لازم يكمل بيها ويروح لغايه لما قفشه يوصل له، وكره ثانيه القفشه عملها له وراح جاب جول الفوز اللي احنا بنعتبره تاكيد للفوز ورفع الخطر على النادي الاهلي في تحكم لفرقه بيراميدز في الكره كلها في الشوط الثاني. يعني يمكن انت جات لك كوره في اول الشوط الثاني كانت تقدر تعدل برضه النتيجه لفوز كبير، انما حال النادي الاهلي الحقيقه مجهد تماما. اللعيبه بتادي غصب عنها. ايوه. ودي لعيبه طبعا لازم تتهوى، لعيبه لازم تخش بقى. انت عندك يوم الاربعاء ماتش ثاني. حل الظروف الاجهاد العام اللي انت فيه ده، ما هو الحل ايه في خلال يومين؟ ما هو تدوير. كلمه تتهوى دي المساجات وال مش هتلحق يعني. حتى الاستشفاء لعيبه هتقدر تحط تلج كل يوم طول الثلاث ايام اللي جايين دول، ولاعيبه لازم تخش مختص، ولاعيبه لازم تعمل مساج، ولاعيبه لازم مش هتتمرن، مش هتلحق تتمرن، ومش مطلوب منك تنميه بدنيه للعيبه دي، يمكن اللعيبه اللي ما لعبتش هي اللي هتتمرن. يعني تلعب بقى حاجات فور فان كده 4-2 تخش يعني تلعب بالكوره، كل حاجه بالكوره، انما مفيش اجهاد. ارفع الاجهاد ده خالص، ارفع الحاله البدنيه عنهم خالص، لانك مش هتقدر تكمل غير كده. وبعدين حتى ديانج اللي جاي لك من اصابه جاي من اصابه بيتعافى جوه الملعب، ابتدى يخش جوه مود الملعب في اخر ربع ساعه او في اخر ثلث ساعه، بياخد كوره بيحاول بقى يثبت ان هو سليم مثلا او اي حاجه، او كان بيلعب متحفظ. يعني حتى ديانج بيلعب متحفظ لانه مش لاقي المساعده، مش لاقي اي حاجه، فبيعمل اي ابتكار. كل لعيب كان عنده حاله فرديه النهارده لحاله ابتكار للوجود. كانت تبقى في نص الملعب الثاني، نص الملعب الثاني هويه الهجوم عندك مش متنظمه، كلها عشوائيه وفرديه. طاهر يروح ناحيه اليمين شويه يحاول يعمل مناوره من ناحيه اليمين عشان قبل ما استلم وانجح واروح، مفيش عندك الناحيه الثانيه اللي بتكمل على الشارع، بتضطر ترجع بالكوره ثاني. ونوهنا على الكور اللي بتروح للشناوي، اول هاف تايم حصلت واحده، وتاني هاف تايم حصل منها ضربه الجزاء اللي جت دي، فده اجهاد. يعني عايزين كيلينج تايم بنسميه، عايزين نقتل الوقت عشان المباراه تعدي ونكسب، واحنا كسبانين 1-0 واحنا كسبانين 2-0. لكن انت لما تحب تأدي بتأدي، لما تحب تعمل سرعات بتعمل سرعات. بعد التغييرات كانت في صالحنا النهارده. طبعا ما زال زياد طارق عامل حاله شبابيه جوه الملعب. تقييم كوكا وتغييره ان هو بيلعب باك ليفت وجوكر من الجوكر، ان هو الراجل بيأدي اللي عليه في الظروف اللي احنا المفروض نشيله كلنا. المفروض اللعيبه دي تشيل الاولاد الصغيرين دول جنبهم ويأدوا. بس هي الحاله اللعيبه فيها مش قادرين الحقيقه، فمش هتقدر تقيم ولا تقدر تقول زياد وتقول كوكا وتقول اللي هيجي برده من الشباب في الحاله احنا محتاجينه. محتاجين الرانر دول، محتاجين اللي بيجروا كتير قوي في الملعب. انت محتاج جنب خبرات قفشه، جنب سلية. هو قصدك هم لوحدهم ما يشيلوش؟ لا، هيشيلوا ازاي؟ انت هم دلوقتي جايين يعملوا لك هيلب، يعني مساعده بدنيه. التنميه بقى واللعب والحاجات دي كلها موجوده، بس عشان كده لعب النهارده بثلاثه في النص. راجل واقعي يعني، مش هيقابل يقول لك 4-2-3-1 وهلعب وهضغط من قدامه وما اعرفش ايه. لو اتضربت نص ملعبه، واصلا الباص مش سليم كمان للاجهاد العام اللي انت شايفه. اول مره اشوف محمد هاني بيرفع رجله، ياسر بيرفع رجله، ف حكايه فيها زوم ولعيبه بتكلم بعض لما تبقى تعبان وكده، بتكلم بتلوم بعض
ومودك ما بيبقاش حتى وانت بتلعب مركز بشكل ان اللي جنبك هيساعدك او بتحاول تلعب كره بطيئه او باصي وتموت الوقت. وربنا الحمد لله في الكره الاولانيه دخلت الهيد ده دخل كويس قوي ضربه الراس دي صح. ما عندكش حاجه ثانيه تزعل عليها غير الكره الاولانيه بتاع الشوط الثاني؟ ماشي. انا عايز اسال حضرتك على حاجه. محمد هاني كويس بيعاني من كرامب من بدايه الشوط الثاني. انت عايز سرعه تغيير يعني. لا انا بتكلم على الاجهاد. محمد هاني من بدايه الشوط الثاني ايوه بيعاني من كرامب او بيشتكي من كرامب. تمام. ودي حاجه غريبه جدا برضو يا كابتن شريف. يعني احنا في بدايه الشوط الثاني وخلي بالك المجهود الشوط الاولاني ما كانش برضو بالمجهود الجامد قوي اللي هو يعني يخليك تشتكي من كرامب من بدايه الشوط الثاني. وانت يا كابتن ايمن كمان مش انت اللي محجم فرقه وعامل كومباكت وانت اللي رايح على كابتن. فرقه بيراميدز النهارده والكره الثانيه بتاعتك ومفيش المجهود الكبير اللي انت بتعمله غير هجوميا. لا انت النهارده على طول في حاله دفاعيه على طول مقفل على طول عشان تعمل مسافه ارتداد من ديفنس الهجوم بتاخد لك بتاع 70 يارده او اي حاجه رايح جاي بتروح وترجع. ما ده حاله اجهاد برضو عصبي نفسي عليهم خايفين على ان هم عندهم ضغط. هي فرقه بيراميدز عليها ضغط النهارده في حاجه ولا عندهم جماهير ولا عندهم اي حاجه؟ ما عندهمش اي حاجه خالص. كسبوا اهلا وسهلا، ما كسبوش اهلا وسهلا برضه. ايوه محدش هيلوم حد. ايوه مع انها فرقه تكسر اي حد. لو تخش في الاسماء اللي فيهم كده تشوف الفرقه شكلها عامل ازاي. لو انا ماسكهم انا كان النهارده يبقى عندي كلام تاني. لا فرقه عندها خطوط وعندها نص ملعب وعندها فرويد وعندها فرقه كلها لا فرقه اسامي ها فرقه اسامي ما فرقه اسامي بس بتادي يعني لا بس اتادت دي فرقه ما هو النهارده لو ما بيلعبوش النادي الاهلي عايز اتكلم عليها اساسا. ايه لا مش عايز اتكلم عليها. فرقه تعبانه فرقه اسامي بس لا ده حتى ما يقدرش يجروا اساسا. لا 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 هو اللي لا النهارده ماسكين الكوره وما فيش مين ماسكين الكوره دي فرقه ما بتعملش حاجه خالص. لا 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 يبقى جاز بقى حاجه ثانيه. في حالتك النهارده انت ممسوك عليك كوره ومضغوط عليك وجا انت بتحاول تبقى بتعمل كونتر اتاك طول الماتش الشوط الثاني بالذات. هم ما عندهمش بقى حته الفينشنج بيحاولوا يعملوا الوان تول صغير جوه ال 18 دي شكلات فنيه كلها خلاص. بس مبروك علينا احنا النهارده وان شاء الله يوم الاربعاء الماتش الجاي تكون حاله استشفاء دي باذن الله. يوم الاربعاء بعد بكره خلاص يعني كمان هتجيب منين بقى حاجه كمان ربع ساعه ولا تلت ساعه يبقى بعد بكره احنا في موقف لا نحسد عليه صحيح.